مرحبا، معكم ستار ليبانيز كيتشن. اليوم راح اعمل انا وسيرين ايس كريم ساندويتشز. قبل ما نبلش ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل شي جديد. بحتاج دعمكم كتير. يلا ما بدنا نطول عليكم، خلونا نبلش. بهالوصفة رح نحتاج كوبين الا ربع طحين، معلقتين كوكو باودر غير محلى، معلقة بيكنج باودر، رشة ملح، 125 جرام زبدة بحرارة الغرفة، ربع كوب سكر باودر، غطا من الفانيلا وبيضة. نخلت كل المواد الجافة. بلشت بخفق الزبدة وبنزل السكر عليهم. عم بخفق على السريع ونزل المواد ورا بعضها. ولا أسهل، بلملم العجينة ورح اتركها بالبراد ترتاح ساعة. بفرد العجينة، عندي قطاعات هالو كيتي رح استعملهم. أنا عم سوي هالو كيتي مع ماما. رح نحطهم بصينية الخبز. جينجر ميل. اوكي، ورح نطبع هالو كيتي على كل الكوكيز اللي عملناها. حميت الفرن من فوق وتحت وعلى المروحة. إذا ما بدور عندكم مع بعضه بس ضووه من تحت وحطوا الصينية بنص الفرن. بدهم 8 دقايق على حرارة 180 ست. رح أعمل آيس كريم سريع. ظرفين من الايس كريم، حطيت لهم حليب وزدت علبة قشطة من عندي وغطا فانيلا ومعلقتين طعام لوز ناعم. حطيت بلاستيك على ارض الصحن تتصير العملية سهلة وقت التقطيع. رح احطهم بالفريزر 4 ساعات مثل ما قايلين على العلبة. كل المعلومات او المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. صرت ميزي 5 دقايق. انت شو صار كم؟